إن شاء الله راح نتكلم عن بعض الحلول في مشاكل الغازات وانتفاخات البطن. يمكن حل مشكلة آلام غازات البطن بأخذ ملعقة، يعني ملء ملعقة صغيرة من الكربونات الصوديوم المذابة في كوب من الماء، ويجب عدم استعمال الحقن الشرجية والمسهلات وغير ذلك من أساليب المعالجة، حيث أنها يعني عديمة الجدوى وضارة جدا. ويمكن استخدام هذا العلاج مثل كربونات الصوديوم المذابة في الماء، مما تسبب يعني خروج كمية كبيرة من الغازات. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.